الأعزاء في كل مكان، أسعد الله صباحكم بكل خير ومحبة. تتواصل التحديات والإثارة هنا على أرضية ميدان التحدي، ميدان الشحانية في هذا الصباح، وسن الحيل والزمول، وعلى بركة الله ينطلق الشوط السابع الخاص للحيل من مسافة 6 كيلومترات. نسير مع هذه الأسماء ومع هذه الشعارات المنطلقة والباحثة عن الناموس، نسير مع البداية ومع أول الأسماء. ننطلق هنا مع رعود بشعار محمد بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري، يقدم لنا رعود على البداية وعلى أول الأسماء. ثاني المراكز وثاني الشعارات وصلت هنا القادمة والمنطلقة، هنا الظبي سعيد بن ناصر بن محمد المري يقدم لنا الظبي على ثاني الأسماء. ثالث المراكز وثالث الشعارات، هنا شعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند ينطلق على ثالث المراكز وثالث التحديات. رابع الأسماء ورابع الشعارات وصلت هنا المنطلقة والمندفعة على رابع المراكز. قادم هنا شعار العيدة يقدم لنا هنا دوي ناصر بن سعيد بن محمد العيدة على رابع المراكز. خامس الأسماء وخامس الشعارات وصلت هنا المنطلقة والمندفعة، أرى شعار هنا هجن التحدي قادم على خامس المراكز وخامس التحديات، هنا مع تمويل على خامس المراكز. ها هي النتيجة مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نتيجتنا الأولى للخمس المراكز المتقدمة والمنطلقة. وعود مع البداية وأول الأسماء، هناك رعود محمد بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري يقدم لنا رعود على أول الأسماء وأول الشعارات. ثاني المراكز وصل الدوشة، ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند يقدم لنا دوشة على ثاني الأسماء. ثالث المراكز قادمة هنا ومنطلق الظبي سعيد بن ناصر بن محمد الفزيرة المري يقدم لنا الظبي على ثالث الأسماء. رابع المراكز وصل الدوي، هنا قادمة دوي بشعار ناصر بن سعيد بن محمد العيدة. خامس المراكز وصل الجيوان محمد بن سالم بن محمد بن حمد المانعة، هنا يقدم لنا جيوان على خامس التحديات وخامس المراكز. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء، نتيجتنا الثانية للخمس المراكز المتقدمة. وعود مع البداية وأول الأسماء، هناك رعود محمد بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري يقدم لنا رعود على أول الانطلاق. ثاني الأسماء من الجانب الآخر، منطلقة دوشة ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند ممثل الخور، هنا يقدم لنا دوشة مع ثاني الأسماء وثاني الشعارات. ثالث المراكز وصلت الظبي، قادم الظبي بشعار سعيد بن ناصر بن محمد المري، وفي رابع المراكز قادمة هنا انتباه أحمد بن محمد بن فهد الخاطر يقدم لنا انتباه. خامس المراكز دوي ناصر بن سعيد بن محمد العيدة، منتصف المسافة 3 كيلومترات تنقضي مشاهدينا متابعينا الأعزاء، ويتبقى لنا 3 كيلومترات أخيرة وخطيرة. وهنا دوشة غيرت وتسللت واستلمت زمام الأمور، ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند يقدم لنا دوشة على البداية وعلى أول الأسماء. الظبي ثانيا سعيد بن ناصر بن محمد المري يقدم الظبي على ثاني الأسماء. ثالث المحطات وصلت انتباه، قادم انتباه أحمد بن محمد بن فهد الخاطر يقدم انتباه على ثالث الأسماء. رابع المراكز وصلت هنا القادمة الشادن وأول ندال الشادن، سالم بن خجيم بن عايض بن فرج العزبة هنا يقدم لنا الشادن على رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت رعود محمد
محمد بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري يقدم رعود على خامس المراكز. ها هي الأسماء مشاهدينا متابعينا الأعزاء للخمس المراكز المتقدمة، وأرى أسماء وشعارات خلف دائرة النداء والإذاعة، ترقبوها في الأمتار القادمة والأمتار الحساسة. ولكن أعود مع دوشة، دوشة هنا على البداية. ناصر بن عبد الله بن احمد بن عبد الله المسند يقدم لنا دوشه مع اول المراكز. محمود بن محمد بن سالم الوهيبي يتابع لنا دوشه على اول الاسماء، يحضر مع شعار المسند. ثاني الاسماء وصلت انتباه احمد بن محمد بن فهد الخاطر، وثالث المراكز وصلت هنا المنطلقه جيوان محمد بن سالم بن محمد بن مانع يقدم جيوان على ثالث الأسماء. وصل هنا، وصل شعار الشاعر شاعر الوطن يقدم لنا جيوان محمد بن سالم بن محمد بن مانعة ثالث الأسماء أو رابع المراكز. وصلت انتباه، انتباه قادمة أو الشادن سالم بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة يقدم لنا انتباه على رابع المراكز. خامس الأسماء وصلت رعود محمد بن عبد الله بن محمد بن نايف الهاجري يقدم رعود على خامس المراكز، والأسماء قادمة والشعارات هناك من الخلف. الله الله، دوشة وجيوان على المقدمة، المسند وبن مانعة على الصدارة، ولكن جيوان من الجانب الآخر، وهنا أيضا دوشة، دوشة على المقدمة ولكن جيوان من الجانب الآخر. محمد بن سالم بن محمد بن حمد بن مانعة هنا يتابع لنا جيوان على أول الأسماء. دوشة قادمة ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وهنا قادمة أيضا الشادن سالم بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة، وأيضا وصلت هنا المنطلق انتباه، انتباه أحمد بن محمد بن فهد الخاطر، وأيضا وصلت الواصلة ناصر بن مسلم بن سالم النابت المري، ولكن 700 متر الأخيرة وجيوان، جيوان على المقدمة، جيوان محمد بن سالم بن محمد بن حمد بن مانعة، وأيضا الشادن قادمة ودوشة، وأيضا الواصلة هنا، الواصلة قادمة. وفي خامس المراكز وصلت خيرة، ولكن أعود مع البداية. جيوان، جيوان بن مانعة على المقدمة. الله الله، جيوان ودوشة والشادن، ووصلت أيضا خيرة محمد بن محمود بن محمد بن عبد الله الوهيبي أبناء السلطنة، ولكن جيوان، جيوان على المقدمة بن مانعة، بن مانعة يقدم لنا جيوان. من قدم لنا وقار؟ الله الله الله، ومن قدم لنا برشم؟ ولكن جيوان، جيوان على المقدمة بدون أي توامر، وأيضا واصلة هنا القادمة عنيدة، عنيدة، ولكن جيوان، جيوان عنيدة، العيدة، 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 العيدة هنا مع عنيدة. تهانينا والناموس لصالح بن عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة من آتانا بالأمتار الأخيرة. تهانينا والناموس لمالك عنيدة. ثاني الأسماء وصلت جيوان محمد بن سالم بن محمد بن مانعة ثالث المراكز. وصلت هنا دوشة بشعار ناصر بن عبد الله بن أحمد المسند، وفي رابع المراكز وصلت هنا الشادن بشعار سالم بن خجيم بن عايض بن فرج العذبة، وفي خامس المراكز وصلت هنا خيرة بشعار محمد بن حمود بن محمد بن عبد الله الوهيبي. مشاهدينا متابعينا الأعزاء، هكذا هي النتيجة للخمسة المراكز المتقدمة. تابعنا وإياكم عنيدة من آتتنا في الأمتار الأخيرة خاطفة الناموس والانتصار بشعار صالح بن عبد الله بن سعيد بن محمد العيدة. والتوقيت الزمن لحظة وصول عنيدة إلى خط النهاية 9:37.73 من الثانية. فتهانينا والناموس. ثاني الأسماء أتت هنا جيوان، والتوقيت الزمني 9:37.89 من الثانية. نهني محمد بن سالم بن محمد بن مانعة ثالث الأسماء. أتت هنا دوشة، والتوقيت الزمني 9:39.31 من الثانية. تهانينا والناموس لمالك دوشة ناصر بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله المسند. فتهانينا.